على غاية 2017 كان صريح جدا بشأن خططه المستقبلية بعد انتهاء فترة رئاسته. ما عاد إلى شيكاغو كما كان متوقع، بل فضل العيش في العاصمة واشنطن للسماح لابنته الصغرى ساشا بإنهاء دراستها هنيك. وبدلا من شراء عقار فاخر كباقي الرؤساء السابقين، فضل أوباما أنه يستأجر منزل بالعاصمة. لا، مو منزل بالمعنى الحرفي، بل قصر تبلغ مساحته 8200 قدم مربع. بيكون هذا المنزل بحي كالوراما بواشنطن، ويشمل 9 غرف نوم و8 حمامات. وبالرغم من المظهر الخارجي للمنزل اللي بيبدو كلاسيكي نوعا ما، إلا أنه عصري للغاية من داخله، وبيمتاز بألوان بيضة ورمادية في كل أرجائه، وبيشمل بداخله على كافة الأجهزة العصرية. هنيك كمان مساحة بالمطبخ مخصصة للتخزين خارج غرفة المعيشة، هناك عدة طاولات للجلوس، وتربط ألواح النوافذ الجزء الخارجي من المنزل بالداخل مع تصميمه الكلاسيكي، بينما أنه تتميز بخطوطة الأنيقة. غرفة المعيشة الرئيسية، الغرفة خفية وبتشمل مدفأة كبيرة لليالي الباردة، وتتميز الغرفة بسقف خشبي متجدد وجدران بيضة وأرضية خشبية داكنة أصلية للمنزل. هنيك كمان ما هو أكثر إلفات للأنظار وهو الحمام، حيث تم اختيار جميع ورق الحائط بالأبيض والأسود مع أرضية من البلاط الأبيض والرمادي. يا ترى أنا خبرتك كم بيطلع سعر هذا المنزل؟ حسناً، بس 6,200,000 دولار. ثانياً، الرئيس السابق جورج دبليو بوش. تولى جورج دبليو بوش منصب الرئيس من عام 2001 لغاية 2009، ما أخفى بيوم جذوره اللي نشأ فيها، وكان دائماً فخور بذلك، لذا كان من المنطقي أنه يعود إلى منزله في ولاية تكساس بعد خروجه من البيت الأبيض، ذلك المنزل المعروف باسم مزرعة كنيسة البراري الواقع على بعد 25 ميل غرب واكو. في الواقع ظل ذلك المنزل جزءاً أساسياً لدى بوش حتى خلال فترة رئاسته، ولطالما استضاف فيه أهم شخصيات العالم مثل فلاديمير بوتين والملك عبد الله وأنجيلا ميركل وتوني بلير والملك الإسباني خوان كارلوس، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة بالعالم. بعد تقاعده انتقل إلى ذلك المنزل للاسترخاء، ولكن لما اختاره بالتحديد؟ حسناً، المنزل بيكون داخل مزرعة على 1600 فدان، بداخلها 40 ميل من مسارات ركوب الدراجات وركوب الخيل، بالإضافة لثلاثة أميال على طول النهر، بالإضافة إلى بركة مياه صناعية مساحتها 22 فدان وبعمق يزيد عن 17 قدم ومليئة بالأسماك. ويوجد أيضاً بستان كبير بحيط المنزل اللي مساحته 4000 قدم مربع، ويضم 4 غرف نوم رئيسية، وتم تصميمه لحتى يسهل الوصول إليه، ولكل غرفة شرفة بطول 10 أقدام تحيط المنزل، وإله سقف من الصفيح يسمح لبوش وعائلته بالاستمتاع بالمنظر من الخارج حتى لما تمطر، بالإضافة إلى المنزل الرئيسي. وفي كمان دار الضيافة ومرآة بجنوب غرب المنزل الرئيسي، وأخيراً بتضم المزرعة مهبط خاص لطائرات الهليكوبتر. ثالثاً، الرئيس السابق بيل كلينتون. كان بيل كلينتون رئيس للولايات المتحدة من عام 1993 لغاية 2001، إلا أنه كان ضمن الحكومة الأمريكية مسبقاً، لذا سكن منذ ما يقرب من 8 أعوام بالبيت الأبيض، ثم انتقل مرة أخرى إلى الحياة الطبيعية. الأمر بالنسبة له كان دراماتيكي نوعاً ما، لحسن الحظ كان عنده بعض الأماكن اللطيفة اللي بينتقل عليها. أولاً، منزله القديم في كنيسة صغيرة بنيويورك اللي بيعرف باسم بقعة كلينتون، ويمتد على مساحة 5232 قدم مربع، واللي كانت قيمته أنذاك 1.7 مليون، بالطبع قيمته اليوم أكثر من هيك. يضم المنزل 11 غرفة رئيسية بتكون على مساحة 1.1 فدان، بحيط فيها سياج أبيض مع حراسة صغيرة، ويضم مساحة خضراء أمامية، وبيشمل المنزل الكلاسيكي المصمم على طراز إنجليزي خاص، فناء خلفي فيه سقيفة حمراء منفصلة ومرآة بسيارات. ومن الداخل المنزل بيتمتع بذوق التسعينيات، ويحتوي على غرفة طعام لطيفة مع مكتبة كبيرة وتحف حصل عليها خلال فترة رئاسته وسفرياته حول العالم، بما في ذلك تحف من أفريقيا وآسيا وجزر المحيط الهادي. هو طبعا ما بيكفيك منزل واحد لو بتمتلك الكثير من المال، ولكن هذا هو الحال بالنسبة لكلينتون، لأنه بيمتلك منزل بواشنطن العاصمة في منطقة معروفة باسم صف السفارات. المنزل على الطراز الجورجي، بتكون مساحته 5500 متر قدم مربع، على قطعة أرض صغيرة تصطف على جانبيها الأشجار على أكثر من 3 فدان،
بالداخل بتلاقي 7 غرف نوم و5 حمامات مع عدة غرف معيشة للاختيار، وبيحتوي الفناء الخلفي على مسبح كبير محاط بالزهور والأشجار.